سلطان عبد العزيز. 1500 راحت مباشرة للبيرك. نايف الحالة، نشوف الطواقية الآن لإشداد، هذه الجولة الثالثة. من 1 إلى 15. سؤال واحد عبد العزيز. يلا عبد العزيز. 14. طاقية رقم 14 تحتوي على. ما انت تحدي تحدي حركي. تحدي حركي، قبل نقول التحدي الحركي اختار لك واحد. اختار واحد اتحدى. ايه. انت تحدي اي مجموعة أول شيء؟ أنت تتحدون من؟ من ال انت تحديت البيرك ولا شداد؟ تعال تحدي انا، تعال. انا لا 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 خير عندهم مليون. خاير خاير منه هو يعني مني. والله لا خلط. خلاص انا بيها بيه يلا طبعا تحدوا فريق الشلفه يلا برايح ما هو برايح وش التحدي يلا الحين بشوف التحدي وايش يلا يا اخي اصبر عندي تعال ها قلت لك عندي تعال هنا تعال خلينا نشوف التحدي مع بعض اول شيء التحدي حيكون حرك راسك عكس الكلام يلا يعني بمعنى اذا انا قلت يمين حط طالع ايش يسار اذا قلت فوق تحت حط طالع تحت نايف ذكي ثلاث فرص ها حلو ثلاث محاولات يلا توكل على الله من يتكلم انا اللي اتكلم حلو يلا توكل على الله ونقول اجي هنا كم جوله اي عشان تجيبوني بالكاميرا هذه ثلاث نقاط ثلاث نقاط يلا ثلاث نقاط ولا ثلاث جولات ثلاث نقاط اللي يجيب اللي يجيب ثلاث اغلاط ثلاث جولات يلا اللي يغلط على النبي انا غلطت مره هو غلط مره وانا جبت خلاص انت تفوز انت اذا اخطا مرتين مره حلو تفوز حلو طيب يلا اخطات اول مره وباقي جولتين باقي جولتين يعني ثلاث ثلاث فيك ثلاث يلا حلو نتوكل على الله ونقول يمين يمين خلوكم معي الاعداد يمين يسار تحت فوق 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 لا 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 فوق يمين يسار فوق فوق تحت فوق تحت سريع اللي تأخر ترى برضو محسوب عليه فوق خلف الآن عبد العزيز 1-0 على خلف يلا والله إذا وخر يلا يلا يمين يمين يسار فوق تحت فوق يمين خلاص 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 كذا خلاص التحت يحتاج نسوي ما يحتاج خلاص خلاص فاز عبد العزيز المغيري الف مبروك الله يوفقك تحدانا يلا عبد العزيز تحدى والف مبروك خلونا نشوف النقاط اللي حتروح لي اشداد يلا الف مبروك اشداد دقيقة بس دقيقة علي خلنا نسجل البيرق يلا خلونا نشوف القيمة شباب حرك راسك عكس الكلام وراحت إلى فريق اشداد وهم اللي تحدوا القيمة 5000 5000 يلا الطاقية حطوهم الطاقية حطوهم الطاقية يلا حطوهم الطاقية ريرين يا جرس والثعلب جيبوا سبع لفات طاقية رن رن يا جرس والثعلب فات فات وفي جيبوا سبع لفات طاقية رن رن يا جرس والثعلب فات فات وفي جيبوا سبع لفات يلا قول كلمة حدا بس يلا قول كلمة اعطونا الكاميرا هنا ايوه يلا قول اعيروني بعض الخوف ارهقتني الشجاعة حي حي مرحبا حياكم الله يلا وعليكم السلام نروح يلا شباب يلا يلا الطواقي على الشاشة والبيرق البيرق عندكم يا شباب